من منا لا يعرف طائر العنقاء، الطائر الأسطوري الذي يولد من رماده؟ لطالما تغنى به الشعراء، وظلت قصته على مر العصور حقيقة من نسج الخيال، لكن لا أحد يعلم تسميته وموطنه. سنعود بالزمن الثاني عشر قبل الميلاد في أرض مصر القديمة التي كان يتواجد فيها الفينيقيون. ويظهر أن تسمية طائر الفينيق في أسطورة طائر العنقاء أخذت من الفينيقيين، هذه الأرض التي انبعث منها كما تقول الأسطورة. بدأت الحكاية من هنا حين بدأوا في التوسع من أجل البحث عن سبل العيش، فدخلوا للمغرب بهدف التبادل التجاري، حيث كانت سفنهم تطلق من مدن بيبلوس وصيدا والصور، حاملة أواني فخارية، أمشاط عاجين وقنان عطور وأقراط ومصنوعات زجاجية وملابس مطرزة في اتجاه مدينة طنجيس وليكسوس، لتحمل معها في طريق العودة عدة بضائع، منها العاج والذهب والحيوانات المفترسة والبيض وريش النعام والأحجار الكريمة والتمور. كما حملوا معهم الكتابة الأبجدية الفينيقية التي اخترعوها حوالي 1050 سنة قبل الميلاد، والتي تعد أقدم أبجدية في التاريخ، والتي أصبحت واحدة من أكثر أنظمة الكتابة استخداما. ومن أهم الآثار التي خلفها التجار الفينيقيون خلال رحلاتهم المتعددة إلى المغرب القديم ليكسوس القريبة من مدينة العرائش، والتي تتجلى أهميتها كمؤسسة تجارية فينيقية تردد اسمها في النصوص القديمة والأساطير المقترنة بها، حيث كان يعتقد أنه بقربها اختلس هرقل التفاح الذهبي. وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على المكانة التجارية التي كانت تحتلها المدينة آنذاك، وكيف أن المغرب كان منذ ذلك العهد بوابة تجارية له مركز مهم في التجارة المتوسطية، كما أنه مؤخرا تم اكتشاف مواقع أخرى متوسطية تعود للفينيقيين، كموقع الروش أديرة بالحسيمة والقشقوش بمنطقة واد لو، أما مدينة بونتيون والتي تحدد موقعها في الرحلة المنسوبة إلى سيكولاكس والتي تمر بخليج بين الجبلين وقد قصد بها مدينة طنجة. كما حمل الفينيقيون معهم خلال رحلاتهم للمغرب عاداتهم التي عملوا منذ تاريخهم الصحيح بالحفاظ عليها من خلال إقامة شواهد جنائزية تذكارية تخلد ذكرى موتاهم وتتضمن كتابات مرفوعة إلى الآلهة السامية المعبودة آنذاك، وكانت الغاية التقرب والتبرك منها ونيل رضاها والاستعانة بقوتها من الآفات والكوارث وإخلاد المدفون تحت رحمتها وبركتها. ووضعوا لجثث موتاهم نواويس حجرية تحميهم في العالم السفلي، معتقدين بالحياة الثانية بعد الموت. وقد تأثرت بها مجموعة من القبائل الأمازيغية السكان الأصليون للمغرب. توقفت الرحلة إذن من دون أن يتوقف السفر، رحلة إلى محطة تاريخية غنية، آثار أرض طائر العنقاء في المغرب القديم. والوصال سيتجدد مع محطة أخرى من برنامجكم سفر إلى التاريخ.